and gentlemen, please welcome Khaled Al-Hilli. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الطريق إلى الملعب. خلاص يوم واحد فقط يفصلنا عن من وراح نعرف من راح يفوز بسيارات البي ام دبليو 320 المقدمة من الفردان للسيارات. مثل ما ذكرنا مع بداية البرنامج بأن السيارة راح تكون خاصة لكل من شارك معنا ووقف على علامة البي ام في من خلال المسابقة، والسيارة الثانية السيارة البيضة راح تكون لكل من أرسل SMS. بكرة السحب إن شاء الله من الساعة 8 للساعة 9، لا حد يطلع، ما نبي حد برا، الكل يطالع برنامج الطريق إلى الملعب، وراح نشوف ونعرف من اللي راح يفوز بالسيارات إن شاء الله الموجودة. حلقة اليوم راح نواصل، وأيضا أحب أنوه بأن حلقة بكرة راح ناخذ جزء كبير منها مسابقات معاكم، يعني راح نواصل الموضوع، لكن نهاية الحلقة آخر ثلث ربع ساعة راح نسحب إن شاء الله على سيارات البي ام المقدمة من الفردان. وخلاص راح تودعيني يعني خلاص اشتقنا كل يوم يعني يكون بيمي هالسيارة مسكينة، لكن بكرة خلاص راح ما راح أشوفها. عموما وانا جاي ما شاء الله يعني هنا في استوديو في سباير، الاخوان شغالين على الساد خليفه والتجهيزات ما شاء الله شغاله وحركات ليزر موجوده، كله لاجلكم طبعا لحضور المباراه النهائيه على كاس سيدي سمو امير بالفدا بين السد وبين السيريه. كل التوفيق للفريقين في المباراه النهائيه. نشوف خريطتنا اليوم، نشوف الخريطه، خلينا نشوف اوه شو مسويين، شو مهببين انتوا يا رب. ما في مشكله، شوفوا الطريق وشوفوا الكرت الاصفر الاول. اي والله معلاق على اليمين وعلى اليسار، بس شكلها سريع ان شاء الله. خلينا نطالع الشخصيات وعلى اساس نبدا بسرعه، بس دوم مثل ما نقول توفيو السوم هالشخصيات الحلوين معنا على طول. اعطونا اول متصل وخلينا نقول له الو. سعد من مصر، كيف الحال؟ الو الو يا سعد. هلا، السلام عليكم. كيف حالك يا سعد؟ عساك بخير. الله يعافيك يا خالد، بخير جالك بخير. الله يسلمك، تكلمنا من مصر للدراسة أو السياحة أو للعمل؟ اي والله كلمت من مصر للدراسة. للدراسة، تشجع أي نادي يا سعد؟ أكيد الريان. الريان، والنعم فيك وفي أمة الريان. عموما سعد خليك معاي. راح ناخذ المتصل اللي راح يشارك معاك في المسابقة. نقول الو. الو. هلا. هلا وغلا، من معاي؟ محمد. محمد هلا. محمد احمد صالح الهاجري. خلاص انت كذي معانا متوفق ان شاء الله. محمد راح تواجه سعد، وسعد الريال قاعد يدرس من مصر ويقولون مخطط لك تخطيط صح وراح يفوز عليك. ندخل على الخريطة يا محمد ويا سعد ونقول بسم الله معاك يا سعد. يلا بسم الله. يلا يا سعد، وخمس خطوات هي البداية. خمس خطوات، والسؤال يقول يا سعد، سجل فابيو سيزر هدف في مرمى الريان، هدف في مرمى الريان في نهائي كأس الأمير 2013. صح صح، وانت صح. سجل طبعا للريان، بس الصيغه ما كانت مضبوطه، سجل للريان في ذلك النهائي امام السد. نرجع لي محمد الهاجري. يلا يا محمد، ايضا خمس خطوات لك يا محمد. حلو، في نفس المكان. انا اللي بتصفر. ايه انت اللي لابس اصفر. السؤال يقول الريان بفوزه على السد في نهائي كاس الامير 2013 حصل على لقبه الرابع، صح ام خطا؟ صح يا محمد.
صح أغي... ها متأكد طبعا. ايوه اي محمد بكره راح نسحب على السيارات وانت عندك فرصه كبيره جدا انك يعني خاص علامات البيئة موجوده الان في الخريطه ممكن تدخل على السحب على السياره الحمراء. زين نواصل مع سعد. سعد من مصر. اربع خطوات لسعد. حلو يا سعد، عديت الكرت الاصفر، امورك طيبه، هذا اهم شيء. السؤال يقول: حسن عثمان هو اول مدرب يقود السد للفوز بكاس سمو الامير، صح ام خطا؟ وانت داخل وقعدت في السياره قول. ايوه 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 ايه ايه قول. ايوه 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 يا باشا، ايوه يا باشا، حلو، نورت الدوحه يا سعد. نكمل. الله يخليك. يلا يا محمد، يلا يا محمد، خلينا نشوف خطوتين لمحمد. حلو، اهم شيء الكرت الاصفر هذا، طوفونه تعدون منه اموركم طيبه. السؤال يقول: مجتبى جباري لاعب ايراني شارك هذا الموسم مع النادي الاهلي. صح. يا سلام، وانت لا سريع ما شاء الله، يعني إجابة اللي تابع خاص المباريات يعرف، والسهل في الموضوع انه لاعب مميز فلذلك الكل يعرفه. نرجع لسعد، لكن عارفين مجتبى جباري للاسف ما ادري ما اخذ المدرب حق كاس العالم، غريبه غريبه. يسار واحد ولا اثنين؟ يسار ولا يمين؟ خمس خطوات، انت يعني حين باقي لك اربع، تختار يسار ولا يمين؟ واحد ولا اثنين؟ اثنين البي ام، واحد سؤال. واحد. واحد يبي سؤال. واحد اثنين ثلاث اربع. والسؤال يقول لسعد: حامد اسماعيل، اكيد انت رياني، حامد اسماعيل لاعب فاز مع العربي بكاس الامير. خطأ. وانت صح. حامد اسماعيل ما فاز مع العربي، ويعني جيل كبير ما حقق بطولة مع العربي، الحالي طبعا القديم ما شاء الله.